السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع فيديو جديد من قناتكم عالم الكمبيوتر والبرامج. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في الفيديو بتاع النهارده بإذن الله هنحل مشكلة بتقابل كتير من مستخدمي جهاز الكمبيوتر، ان هم بينسوا في اوقات كلمة مرور الويندوز، سواء كان بقى الويندوز ده اكس بي، ويندوز 7، ويندوز 8، ويندوز 10، ويندوز 11. بإذن الله في الفيديو ده هعلمك ازاي تتخطى الباسورد بتاع الويندوز وتدخل للجهاز بتاعك بدون ما تعمل في رومات. لو انت حابب تعرف هنعمل ده مع بعض ازاي، تابع معايا الفيديو للنهاية. طيب هنعمل ده مع بعض ازاي؟ ده اللي هنتعلمه مع بعض. قبل ما نبدأ الفيديو بإذن الله بطلب منك ان انت تضغط على زر اللايك وتشترك في القناة وتعمل شير للفيديو عشان تعمل فايدة للجميع. اول خطوة هتعملها تفتح المتصفح بتاعك وتيجي في خانة البحث تضع هذه الكلمة اللي هي ليزي سوفت. ليزي سوفت، تضغط على انتر، تختار الخيار الاولاني، هيفتح معاك بالصورة ديت. هتدخل تاخد اللي هو خيار داونلود، هتاخد اول خيار اللي هو فري، تضغط على داونلود. هنقفل الصفحة دي، انا مش محتاجها. ننتظر بقى البرنامج لما يتم تحميله. البرنامج ده بإذن الله اللي احنا هنخلص بيه حتة الباسورد ده. هننتظر لحين انتهاء التحميل، هي لحظات بسيطة. ياريت بس تتابع معايا الفيديو كله بحيث ان انت تعرف هنعمل ايه مع بعض، عشان لو جريت الفيديو ممكن في اي حاجة تعدي منك ما تعرفش تنفذ الموضوع بالظبط. هضغط على اوبن فولدر، هنزل اجيب اللي هو البرنامج، هو ده البرنامج، هاخده بره على سطح المكتب، اعمل له قص، اعمل له لصق، ابدأ اعمل له عملية ستاب عادي خالص. تابع معايا برضه الفيديو عشان اوريك حضرتك هنعمله ازاي. اقول له نعم، هيفتح معايا بالصوره دي، اقول له اوكي، هضغط على اكسبت، نيكست، هاخد نيكست، اقول له نعم، اقول له نيكست، انستول، انتظر لحد ما يتم التسطيب وتظهر الايقونه بتاعته على سطح المكتب. لحظات مع بعض. الأيقونة بتاعته ظهرت هي على سطح المكتب، هنتظر الحين الانتهاء، هقول له فينش، تمام كده اهوت، هيفتح معايا بالصورة ديت. في الوقت ده هاخد الخيار الأولاني ده، هتكون أنت حضرتك مجهز يو اس بي، يعني فلاشة هتشتغل عليها، هتضغط على الخيار الأولاني ده، تمام كده. هو هنا بيقول لك حدد لي نوع النسخة اللي أنت هتشتغل عليها. هنا طبعا كل النسخ اللي أنت تنفع تعملها إزالة للباسورد. هاخد طبعا انا النسخة بتاعتي اللي هي ويندوز 1064، تمام كده، واضغط على اللي هو نيكست، واخد الخيار الاخير اللي هو انا عايز اطلع نسخة ايزو وبعد كده احرقها بمعرفتي على فلاشة، عشان احرقها بقى بالنظام اللي هو الهارد ام بي ار او جي بي تي حسب نوع الهارد اللي عندك. احدد له هنا الحفظ هيكون فين. طبعا الافضل ان انت تعملها على سطح المكتب، الاسطوانة تنزل لك على سطح المكتب. هضغط على سيف، يبقى انا دلوقتي الاسطوانه اللي هتنتج عن البرنامج هتبقى موجوده عندي على سطح المكتب، واضغط على اللي هو ستارت وانتظر. لحظات بسيطه وتبدا تظهر معايا الاسطوانه على سطح المكتب. كل اللي مطلوب منك في الوقت دوت ان انت تنتظر لحد ما تظهر معاك الاسطوانه على سطح المكتب، فما تستعجلش خالص لحد ما الاسطوانه تظهر. الاسطوانه طبعا مساحتها حوالي 290 ميجا، فهي طبعا في الوقت ده بتعمل لك تجهيز واعداد للاسطوانه، فانا هنتظر ومش هستعجل خالص. يا ريت بس تتابع الفيديو للنهايه عشان ما يحصلش معاك اي مشكله بعد كده تقول الطريقه ما نفعتش. الطريقه فعاله وانا جربتها بنفسي على الجهاز بتاعي. كل اللي انا برجوه منك ان انت تدعمنا باللايك والشير والاشتراك في القناه عشان نقدم لك كل جديد. طبعا بيقول لي ان الاسطوانه انتهت بنجاح، هقول له اوكي. زي ما حضرتك شايف كده عندي دلوقتي اسطوانه، تمام كده، ظهرت على سطح المكتب بتاعي. هقفل انا ده، هقول له كانسل، هقفل، انزل تحت، هقول له اوكي، تمام. الاسطوانه ظهرت عندي هي على سطح المكتب. انا دلوقتي عندي اللي هي الفلاشه بتاعتي حاططها في قلب اللي هو الجهاز بتاع الكمبيوتر بتاعي. هبدأ أجيب برنامج ريفوز اللي أحرق بيه،
اي نسخه دريفز هتشتغل عادي مفيش مشكله، بس يا ريت لو كانت نسخه حديثه. هجيب انا عندي اللي هو برنامج ريفوز دلوقتي، اللي هو هاخد النسخه دي برضو على سطح المكتب عشان اوري لحضرتك ايه اللي انا عامله بالظبط. لحظات بسيطه، هاخدها نسخ احطه على سطح المكتب، اعمل له لصق تمام، هفتح برنامج ريفوز اقول له نعم، هيفتح معايا الاسطوره ديت. طبعا الاسطوانه الفلاشه عذرا موجوده فوق اهي 16 جيجا، طبعا اي فلاشه هتشتغل حتى لو كانت 1 جيجا هتشتغل لان مساحه الاسطوانه صغيره. هو بيقول لي هنا حدد لي الاسطوانه موجوده فين، هقول له اختار، طبعا هحطها على سطح المكتب، الاسطوانه هي حددها، هقول له فتح تمام كده. الخطوه دي بقى اللي جايه مهمه جدا، انت هتختار نوع الهارد بتاعك. انا الهارد بتاعي جي بي تي، هختار جي بي تي. لو كان الهارد بتاعك ام بي ار هتختار ام بي ار. لو حضرتك دخلت على القناه بتاعتي هتلاقي في طريقه ازاي تعرف بيها الهارد بتاعك جي بي تي او ام بي ار. طيب بعد ما اخترت خلاص جي بي تي او ام بي ار، هضغط على بدء تمام، هقول له كتابه، اقول له اوكي. هو هنا بينبهني ان كل الحاجات اللي موجوده على الاسطوانه تتمسح، هقول له موافق موافق، هيبدا هو عمليه نسخ الاسطوانه. زي ما حضرتك شايف كده عمليه النسخ بتتم من تحت، طبعا مش هتاخد وقت كبير لان مساحه الاسطوانه صغيره. زي ما حضرتك شايف كده عمليه النسخ بتتم بسرعه، وصلنا ل 48%، انا انتظر لحد ما تبقى في 100%. بكده طبعا انتهينا من حرق اللي هي الاسطوانه اللي طلعناها من البرنامج على فلاشه، اقول له اغلق تمام كده. كده احنا خلصنا الجزء الاولاني من الفيديو. الجزء الثاني من الفيديو باذن الله هصوره لحضرتك بالموبايل، واوري لحضرتك ازاي هدخل على الفلاشه واشيل الباسورد الموجود على جهاز الكمبيوتر بتاعي. تابعني في الجزء الثاني. الجزء الثاني من الفيديو ان انا هضغط على مفتاح تشغيل الكمبيوتر واضغط على مفتاح F9 عشان ادخل على اللي هو شاشة البوت تمام. افضل ضغط ضغطة مستمرة لحد ما تظهر. زي ما حضرتك شايف كده ظهرت معايا الفلاشة بتاعتي اللي هي سان ديسك، هنزل اختارها بالاسهم او بالماوس واضغط على انتر، هتظهر معايا اللي هي ليزي لايف سي دي، هضغط عليها اخدها، هنتظر لحد ما اتحمل تمام كده وتفتح معايا. لحظات بسيطة، هوري لحضرتك دلوقتي ازاي نتخطى الباسورد ونخلي الجهاز من غيره. هي الاسطوانه دلوقتي هتشتغل وهتظهر معايا، كل اللي هتعمله حضرتك ان انت تنتظر بس، يا ريت ما تجريش الفيديو عشان ما تحصلش معاك اي مشكله. هتبدا تظهر معايا الاسطوانه بالصوره ديت، لحظات بسيطه تمام كده. هاخد انا دلوقتي الخيار اللي هو بتاع الباسورد، باسورد ريكفري، هاخد الخيار ده تمام كده اهوت. هو هنا بيقول لي يعني تخطي الباسورد بتاع الويندوز، هقول له انا هاخد اللي هو نيكست، هقول له يس تمام كده. هو بيقول لي ان انت هتتخطي الباسورد، اقول له ماشي، اقول له نيكست برضو. هنا اختار بقى الحساب، هو الحساب بتاعي اللي هو مصطفى، هبدا اضغط على اللي هو نيكست تمام كده اهوت، واقول له هنا اللي هو هاخد الخيار ده ريسيت تمام كده اهوت. هو بيقول لي ان تم التخطي بنجاح، هقول له اوكي تمام كده اهوت، واضغط على اللي هو فينيش تمام كده، واعمل عمليه اعاده تشغيل لجهاز الكمبيوتر بتاعي. هنتظر لحد ما تتم عمليه اعاده تشغيل والجهاز بتاعي هيفتح بدون ما يكون عليه باسورد. كل اللي حضرتك هتعمله دلوقتي ان انت تنتظر لحظات بسيطه. لحظات بسيطة لما يتم تحميل الويندوز ونشوف بقى تم إزالة الباسورد ولا لأ. هننتظر لحد ما الجهاز يفتح معايا. فتح معايا جهاز الكمبيوتر زي ما حضرتك شايف كده، ما ظهرليش بقى حتة الباسورد، بيقول لي مرحبا. هيفتح معايا دلوقتي ويدخلني على سطح المكتب بتاع الجهاز بتاع الكمبيوتر بتاعي. لحظات، هندخل مع بعض على سطح المكتب. زي ما حضرتك شايف كده دخلنا على سطح المكتب بدون ما يكون في اي باسورد. يبقى انا في الفيديو ده علمت حضرتك ازاي تتخطى الباسورد اللي موجود على جهاز الكمبيوتر بدون اي مشاكل وبطريقه بسيطه وسهله. طبعا بكده الفيديو بتاعنا النهارده يكون انتهى، نرجو ان انت تكون استفدت منه وتعلمت شيء جديد. متنساناش طبعا من اللايك والشير والاشتراك في القناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.